بلي زلت نتسنى فيها، راه ترى العطريه البنات ما بقاتش عندي شي غرام ديال العطريه. نقول لها تلقي راسك خلاص، جي خلاص جيب العطريه. اللي ضربني ضربني على كرجي. ما الحوايج راه تبارك الله، الحوايج راه زوينين. انا راه ما عنديش ما الحوايج، عندي انا عمل ماكله. جبتي لنا طالبه الباط. هذه نحب الزنده ديالي. ما نساش تقولي التقاشر ما كاينينش هنا، مسكينه جي فاتت التقاشر الدريه الصغيره. ها انتوما شوف. والله يعطيك الخير. هادشي هنايا البندات، ها كلشي جابتو هي حتات على المغرب كامل جابتو هنا. شنو هادشي امي مسرور هنا؟ السرور هادشي تاني. هذا حب رشاش زيد. نحلو السرور، نحلو امي السرور نشوفو شنو فيها. جابتها الكيس هانتوما الكيس تاعي، حرش يحيد الجلده صافي. خاصنا حمام، كنا حلو لنا شي حمام هنا في ليريده. داكشي هذا السوا والكحل تبارك الله. نيت ما بقاش عندنا الكحل، ما السواك جابت لينا مسكينه راشده السواك من فرنسا. تفاضل انت هي ديال المغرب جبتيها، قلت لي راه جبتي المغرب كامل. هادشي مع فازلين شي حبه زين. اشنو هو هذا؟ صفيفرة زعفرانة. اي شتو زعفران؟ احنا تنديرو الاشهار للمغرب. زيد حب رشاس، هذا حب رشاس وشنو؟ هذاك السانوج، هذا السانوج الكحل. وما نعرف يكون واحد زرق واحد. يا زكا زكا هذه الكوزة. مسكين جبتها الكوزة. ها كاين كلشي عندك الزرع مسكينة ونتقلات. ها انت الورق سيدنا موسى تاهي مسكينة جابتها. يا سير ويلي اخويا عجي قلبوا لنا الدراري ريوسنا بالفرحة. الحنة الحنة والله الا توحشنا ريحة الحنة بنيت، ما بقاش عندنا بغينا نمروا الحنة. امي تنام بنتي راه تتحماق على الحنة. شنو هي هذه؟ هذه الحلبة. وشنو اخر؟ شنو هو؟ قرنفل. وشنو اخر حداه؟ وهذا قرقلة. اولا قرق، اشنو هي قرقلة؟ عقلة. عقلة عقلة ما عرفت هذه، سمحوا لي البنات ما عرفتهاش. هادشي ديال امي. زيد كمون صوفي. هذا قرنفل. هذا قرنفل. انا قلت لها جيب لي الحرقوس. هذا الحرقوس. الحرقوس علاش كنموت البنات؟ تنديرو حدا نديرو في نيفو نديرو حتى نواضري. جيبي الحرقوس. لا توحشت ريحته، بغيت حتى القطران. راه ما عرفتش واش خليه شي دوك زول. لا ماما راه خليته. هذا بنتي شويه مخينزه. مخينزه وصافي تعجبني المخينزه، راه كنت كنشرب انا في الحسوه. تجي زوينه. شتي هذا الشيء ولا ريحته؟ لا ريحه المغرب دابا نيت بحال طلعت سميتها شي يقولوا لها غدر الحمراء. غدر الحمراء الناس ديال بني ملا راه عارفين غدر الحمراء. شنو هذيك تاهي؟ ترى البليزه راه عامره سرات. ها سرور. تاع الهرهار هذه مريوه. مريوه زيد. هذاك حبه حلاوه ونافع. هذا هذه خزامه، خزامه وحبه حلاوه ونافع. ديرهم هنا وحطوا الميكا بحال شافني تشركات. نقص ولدي نقص، نقص الصوت ماما نقص. هذا بنتي جبت لك هذاك اللي قلت لك تبخري سميتو كاليتوس. كاليتوس كاين هنايا عندنا الشجر. جبنا واحد الشجره على الرام هذاك النهار من طراكونا. كاين تبارك الله كلشي موجود. صالة وجبنا. هذا راس الحانوت. راس الحانوت. لا راس الحانوت. هذه الشبه البنات. انتو انتوما راه وريناكم داكشي كامل اللي عطى الله اللي جايبه الوالده من المغرب. راه اي واحد جاي من المغرب راه تيتفكر فاميلا ديالته بهذا الشيء. راه شي راه هذه الفوه من التقاليد. وهذا الورد. هذه هذيك اللي تديرو فيها باش بابونج. وهذا الورد. هذه الفوه. شنو هي الفوه؟ هذا العرعر والقزبر. هذا العرعر والقزبر. هذا جوج جوان
وداك سميتو إلا إلان. إلا اه انتم ها إلان من الروسه. هذا غير بنتي دايره واحد الدواء البكا، هذاك غير الدواء ديال المعده على حسب معدتو تضر الله خا ديال السكر كامون كامون وسميتو. اشنو اش من دواء هذا على حسب الناس اللي عندهم السكر؟ كامون البلدي. هادي فريسه جات كامون البلدي وشنو؟ كامون الكركاع مزيان السكر. هادي ديال بنيتها الصغيره دايره لها. هانتوما البنات جابت لها الخميسه للدريه، هاك اختي ركبها لها دابا شد. هادي عطوما انا تاكلت ليا سيري شد الرجل النهار باقي شي حاجه ما يتكل باقي. هادي الدواء، هادو الدواء ديالك، الدواء ديالك عحيديها خليها بارتي صافي خلي لي انايا. راك تمصي على واحد قويلبات زوينين البنت البنات البرد ديال الظهر. انا داز عليا شويه البرد في الظهر هاد البرد بصراحه، واش عجبوني كنت نديرو ملي كنت في المغرب. هذا شنو هو؟ راس الحان. واحد شي حانوت اخر. هذا راس حانوت شي واحد اخر تمصايبه امي الا يديها. اتاي انتما اتاي اتاي نسميه جودة الرافعة. تأسي جبتي لنا مي جبت لينا بزاف وعيش. راه مسكينه راه معمره الباليزه مسكينه ما خلات ما جات. هذا السمن البنات ها انتما السمن راه مسكينه جابت السمن الحار ها انتما ريحتو نيت مجهده. نديرو دابا في الثلاجه. جبت لنا المشاطي انا كيعجبوني. شكون البنات بحالي اللي عزيز عليها هذا المشطي؟ الا ما مشطاش الشعره في العمان بهادي بحالنا ما مشطاتوش. راه الرام ديال المشاطي عندي داكشي ديال التخربيق، ولاني انا ترتاح مع هادي ديال المغرب اللي دايره درهم. جبتي لهم فينيلات والبانداسو هاي هاي هاي، جابت لهم الصباغه وجابت لهم شله من التخربيق ديالك هاد ماماك. شنو هذا؟ شنو هو؟ شكرا يا ماما. هادي واحد الوريضه الدريريه الصغيره. هذا البنات السلو ديال الوالده لحقاش ما تتاكلش داك الاخر ديال دايره ديال النخاله معايا عند النصران تيضرها، ودارتو ديال النخاله قالت كان نجيب معايا السلو ديالي من الدار صايباتو مسكينه لهي. والفقاصه هو جابت لينا الفقاص، هذا تنشكر خالتي تنشكرها بزاف بزاف من هذا المنبر من هنا حتى سال البني ملال. خالتي نعيمه الله يحفظك وشكرا، الله يعطيك ما نويتي في بالك وشكرا بزاف بزاف تنشكرك بزاف بزاف. تعجبني الطياب ديال خالتي نعيمه، خالتي عزيزه عليا صراحه كدوش عليكم. ومسكينه كاع صيفطات لنا الفقاص يصيفط لك الخير والفرح، وعندها الفقاص تيطلع زوين، عندها المسمن تدير المسمن تدير داكشي ديال الحلوى وداكشي تبارك الله. ما نعاودش لكم والله العظيم ماشي حقاش خالتي تنشكر ولا والله الا زعما داكشي تتصايبهم يعني ما نعاودش لكم والله. وان شاء الله تتنهبط ومشي عندها وتشوفوا بعينيكم عينيكم البنات. ها انتما شوفوا الفقاص، شوفوا الفقاص ديال خالتي الله يعطيها الصحه الله يخلي لها صحه حتى والله العظيم شقا نقي ومتول وعلى حقو طريقو. كيجي زوين فيه اللوز يا سلام انا غناكلو دابا نيت. الله يعطيك الصحه الله يعطيك الصحه خالتي نعيمه. ما تنقولش لها خالتي تنقولها نعيمه، ما تنبغيش نكبرها عزيزه عليا. هانتوما البنات الشباكيه مصايبه علينا جارتنا اختي سعاد الله يعطيك الخير شكرا بزاف. هانتوما الشباكيه ديالها صراحه زوينه البنات، راه تتكاينه في حي الشرف وكتصايب الشباكيه، وعندها الشباكيه يعني بحال كليتيها بحال صايبتيها في دارك، وزوينه زوينه وتبقى رطبه. انا غادي ناكل دابا النيت الله يعطيها الخير الله يعطيك الصحه اختي سعاد والله العظيم زوينه. والبنات انا تنشدها تنديرها في الفريكو كنخليها، واخا تبقى عندك تاع عام تتجبديها بحال كاين بحال يلا مصايبه فهاد صايبه سعاد الله يعطيها الصحه كاينه في حي الشرف البنات.
الناس ديال بني ملال اللي بغات تصايب الشباكيه الاخت سعاد راه ما نعاودش لكم عليها تبارك الله. وريها هي وحده ديال خويا وحده ديالي وحده ديال رشيده وهذه ديال خص هذه ديال خصي رشيده تاعي راه باقا مغطيه فيها قرفه هذه القرفه هذا شكون عاقل على الصابون البلدي صابون المنجل هو جبتي هذه واحد ديال المسك نشم ريحه المسك خلي نشوف هذا البنات هذا البنات الزرع بغات اختي قصات عليه جابته لها ماما ما محتاجاه بغات دير به شي حاجه العطريه البنات سكين جبير انا كنت قمت كثري منه بزاف هذاك ديالكم هذا ديال رشيده هذاك هادو كيلو كيلو ديال رشيده واه والله نعطيك الخير بلاتي شمتي ماشي ماما بلات راه هنا ناكل في الفقاص هذيك راه تقطعت لك ماما واه هذا العسل الحر جات لنا العسل الحر مسكينه ها هذه التحميره التحميره زبر واخا هذا خود نجال خود نجال خود نجال عزيز على خويا مع القرفة في القهوة اي والله يعطيك الخير يعطيك الخير امي السلام عليكم عواشركم ان شاء الله تصوموا سيدنا رمضان بالصحه والسلامه يا جهد صوتك امي حشمانه هذا راه الناس تسمعك يقولوا ما عادش تقول خالتي فاطمه تقول ان شاء الله الصحه والسلامه بون خالتكم فاطمه حاجه سيدنا رمضان ان شاء الله تصوموا بالكمال وبالصحه والسلامه وراجب عند سيدي ربي يا سيدي ربي وصحة هاد البنيتات عملي شفتهم وملي بخير ولا خير والحمد لله والشكر وصحتكم نتوما يا والله يعاونكم والله يحفظكم كاملين الجميع المسلمين كاملين اللهم امين الله يحفظك لينا وطول لك في العمر وشكرا بزاف بزاف حنا راه عطيتي الكاد ديالنا صح هو التيا نتو الوالد بصحتكم احسن حاجه عندنا فهاد انا عبدي ما عندي من غيركم وعندنا سيدي ربي تبارك الله هذاك الشيء اللي كاين الحمد لله ونكمل كل شيء هانتوما البنات الجلابة انا اختاريت انا اللي اختاريت اللون الكحل كنحمق عليه شي حاجه ما عنديش شحال هذا ما درت شي جلابه بالكحل شفتوا معايا الكمام كيجاو وجا عندها الديزاين هنايا ديال سميتو انا واحد تيبغي في هذا رمضان راه تيبغي شي حاجه بلديه صراحه ما نعرفش ليكم وجاب بحال هكا والكحل راه هو كان كيعجبني تيجيني هو الرئيس اللبس مع الشعر الشرجم واش باين مزيان ولا لا انا راه باقي حتى نلبسو حتى نحسو نحطو ونختارو اللي عجبات شي واحد شي حاجه تهزها هانتوما واحد السلسلات جابتهم امي الوالد جابتهم الدريات البنات جابت ليهم هادو ها الوالدة مسكينه جابت كلشي ماشي بحال شي عطاره والله يعطيك الخير